أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، ففي محافظة كفر الشيخ تم إنشاء جامعة أهلية على مساحة 40 فدان وتكنولوجية بمساحة 10 أفدنة، وفي السويس تم افتتاح ملتقى التوظيف الأول. أيضا في محافظة البحيرة تم رفع كفاءة طريق الشركات بإيدكو بتكلفة بلغت 23 مليون و500 ألف جنيه. في الأسكندرية مبادرة حياة كريمة نظمت المؤتمر السادس لإعداد الكوادر التطوعية. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة كفر الشيخ أعلنت أنه هيتم إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية لتستقبل الطلاب بداية من العام الدراسي القادم 2025-2026 من خلال مجموعة متميزة من البرامج الجامعية اللي بتقام على مساحة 40 فدان، بالإضافة لإنشاء جامعة كفر الشيخ التكنولوجية على مساحة 10 أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بمحور 30 يونيو، وده طبقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. محافظة السويس شهدت افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول اللي نظمته جامعة السويس بمشاركة ممثلي 23 شركة، وحضر كل من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية وآلاف الطلاب وخريجي جامعة السويس وممثلي الهيئات والشركات. في البحيرة أكدت مديرية الطرق والنقل استكمال أعمال رصف وتوسعة وتطوير طريق الشركات بمركز إدفو اللي بيبلغ تكلفته الإجمالية 23.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية للطريق مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل الحركة المرورية مع مراعاة أعلى معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الطريق للمستخدمين. نظمت مؤسسة حياة كريمة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية معسكر إعداد الكوادر التطوعية السادس لعام 2024 لتدريب 200 شاب وشابة على عدد من المهارات الأساسية زي فن التفاوض. بيهدف المؤتمر لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل التطوعي والتعامل مع الإصابات والإسعافات الأولية، وركز المعسكر كذلك على اللياقة البدنية والروح الرياضية للمتطوعين. شهدت محافظة سوهاج افتتاح معرض مقتنيات مقبرة ويني الأكبر، أحد كبار رجال الدولة في عصر الأسرة السادسة وحاكم الصعيد، واللي بتعد إضافة هامة لمقتنيات متحف سوهاج القومي، وبيخدم بشكل كبير توجهات وخطة المحافظة لتنشيط حركة السياحة وتعزيز وجود سوهاج على الخريطة السياحية المصرية والعالمية. أعلنت محافظة شمال سيناء أنه في إطار دعم القطاع الزراعي وتنمية المجتمع السيناوي أطلقت وزارة الزراعة حملة لتوزيع 100 طن من السماد العضوي على المزارعين في التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء بعد زيارة وزير الزراعة واعتماده لهذه الكمية لدعم الزراعة المحلية. بتشهد محافظة قنا تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل اللي بيتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافيتريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسي وأكشاك ومبنى إداري ودورات مياه عامة، بالإضافة لمراسي للسفن والمراكب الشراعية واللنشات، وبلغت نسب التنفيذ 67%. محافظة أسوان أعلنت الاستعداد لسقوط الأمطار والسيول من خلال مراجعة المخرات الصناعية والطبيعية وتطهيرها وإزالة أي معوقات قد تعيق حركة مياه الأمطار لمجرى النيل، واللي بتضم 36 مخر صناعي بالتوازي مع دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تطهير المصارف والمطابق ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي.